انكم تبون تباركون وتهنون واحد واحد اركب معي في السياره ورشحوهم واحد واحد. كيف؟ كيف؟ يلا بسم الله. الكاميرا في السياره تصوير جديد كذا كيفي. يا سلام. اي ابسوق تفا. ايش تبي تسوق؟ ايش؟ والله لا اصدمهم، بغيت اصدمهم بس قالوا لا. خليك على جنبي وانا اسوق. اسمع واحد واحد بس. اللي هو؟ يلا. اللي يبي يبارك يبي يهني. ايوه خلينا بنبارك. داري بس واحد واحد في السياره. يلا. لا لا كذا انت انت واحد واحد. والله. بس خلوكم استريحوا واحد واحد رشعوا العواني ولا تعتذر على استقبال. لا لا اعتذر لاني ما لي خلق ارجع. توفر اسمروا يا جماعه ترى لي ساعتين واقفين عشان الكاميرا. وين المصور؟ شفتوا مصور هذا حق الحفلات عرفت حق الزوجات. اوكي واحد واحد بس يا جماعه استريحوا كلكم. لا تخلوني اخلي الذحين استريحوا هنا. ايه ترى والله اني لا الحين انطق. تبون نطق يا جماعه؟ خلنا شوي دحين بيبدا الطق. اصبر بس خلنا نبدا واحد واحد. يلا يلا روح. المايك بيطيح. اي بسم الله. ها ما الحين اصبر شوي. اصبر والله الليل لسه 12 بالليل شكلها. ها الله يبارك لك. الله يبارك. ابش واحد واحد في السياره يا جماعه. يلا على ذركم. خلاص بالله اللي بعد يجي واحد واحد. اي لان في كاميرا في تصوير. اركب ورا يا ساير. اركب ورا يا ساير. اركب ورا. وما ادري انا عريس ولا انت عريس. ايش؟ ما ادري انا عريس ولا انت عريس. لا لا العريس. عريس اركب ورا. بس لا ما حد سوق سيارتي غيري. يلا. بسم الله. الحين اسمع. شوف يا قلبي. سم. بالله كيف الكاميرا عليك؟ والله شغل بيوتفل. ما شاء الله في اي بي مكيف حقك حار. جد والله؟ ها؟ والله صدق؟ طيب اسمع قول لا اله الا الله. موضوعنا اليوم عن الزواجات. عن الزواجات. انا لي اسبوع في السناب شات حضرت زواجات اكثر من امي. اي انت عارف هذا الشيء ولا لا؟ عارف. عارف ولا لا؟ كنت اتابعك. نعم. طيب اي الحين الموضوع عن الزواجات، ابغى عاداتكم وتقاليدكم في الزواج. والسؤال للجمهور، ما ادري الكاميرا اللي هنا علي ولا هذه الثانيه، لكن السؤال للجمهور وسؤال لك. نعم. عشان الوقت لانه وراي تركز بسرعه. يلا. وش العادات اللي عندكم في الزواج؟ والله شوف العادات والتقاليد يعني خير الـ 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 الامور على المقيل اللي هي اللي تكون خفيفه ما تكون ثقيله على العريس. احنا خابرين بس نبي نعرف اللي عندكم انتم ايش عندكم من العادات. ابي اعرف انا. ما والله ما في لا اسراف ولا شيء يعني بيني وبينك نكون يعني. انا اذكر على زواج اختي. اوكي مهرها كم؟ 30,000. حلو ما شاء الله. تزوجت من عمان ولا تزوجت واحد من برا؟ لا ولد عمته. طيب انتم هل تزوجون الناس اللي برا؟ عادي عادي عادي. اي قبيله؟ عادي. ما في قبيله محدده؟ نهائيا. طيب حلو. الشيء الثاني الزواج الملك عليكم ولا على اهل ال والله ما طول مثل اللاجئ ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الله لا يضره.